المشهد العام هنا في مدن الشمال السوري. اليوم أغلب المدن في شمال وشرق سوريا تشهد احتجاجات، أيضا تظاهرات ضد التدخلات التركية المتكررة هنا في شؤون المنطقة. مرحبا خالي، أنتوا اليوم ليش طلعتوا تظاهرة؟ أهلا وسهلا، نحن اليوم طلعنا تظاهرات ضد الاحتلال التركي، ضد التدخلات التركية بمناطق شمال سوريا، لأن اليوم التفجيرات عم تصير عنا هون سواء بالقامشلي أو بأي مكان. تركيا إلى اليد الأولى بهالتفجيرات اللي عم بتصير، هي دخلت داعش علينا، هي عم تمدهم بكل شيء. نحن طالعين ضد تركيا لأنه البلد بلدنا والأرض أرضنا. طبعا يعني سلسلة من التفجيرات ضربت مدينة القامشلي، استهدفت الأحياء السكنية والمناطق التي تضم المئات من المدنيين السوريين العزل، لذلك خرج الأهالي هنا في مدن الشمال السوري تظاهرات تندد بالتدخلات التركية المتكررة هنا في مدن الشمال السوري. هذا هو الوضع هنا في مدن الشمال السوري بعد التفجيرات التي ضربت الأحياء السكنية.